من حارس المرمى خاطئة ممكن كرة لو اللعبت بشكل سريع في المرمى جول في المرمى جول أوه شاكر رقيعي يا سلام شاكر رقيعي حطها في المرمى جول اي نعم حطها في المرمى جول هدف شوف 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 هو تقدم وقطع الكرة وتعرقل في والتسديد شوف 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 يا هو هدف يا هي كرة يا هي لقطة يا هو خطأ هدف أول لصالح الأزرق مررها الخيبري الجبالي شاب مهارة يتخلص يعدي يفكر في كرة عرضية ممتازة هدف ثاني ممكن أوه نفس اللاعب شاكر اللاعب اللي يقدم عطاء كبير في هذا الموسم شوف 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 مهارة رائعة من جانب شهاب الجبالي اللي كان ما هو واضح أبدا في المباراة لكن مثل هذه اللقطة يعني ترجع للواجهة وترجع للمباراة لكن شاهد المتقدم والمتألق هذه الكوكب أنهى ذلك الموسم محاولة خطرة 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 هو هدف إشراف مرت من أمام سعيد واحدة باليسار من الرقاعي نعم عرفت المسار وبالتالي يتقدم فريق الكوكب بهدف مقابل لا شيء 1-0 شوف هذه التسديدة قوية باليسار من الكابيتانو صاحب 32 سنة شاكر رقاعي لاعب خط لا شيء 2-2 تدير كرة في العمق ممكن تسديده شعل اللقاء في ملعب الشعلة بعد أن سجل الكوكب سريعا عن طريق القائد شاكر الرقيعي بكرة وتمريرة ولا أروع من الخبير الكبير والكبير الله 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 يا شاكر الكرة من القائد تعانق شباك الجيل أول أهداف في الكوكب في مرمى السماوي شاكر الرقيعي وبالصوف التونسي والجزائري جول أول لفريق الكوكب وأول أهداف هذا اللاعب اللي تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول وفي دقيقة الأهداف بمحيطي الكوكب بأول أهداف هذا المساء محترف الكوكب شاكر الرقاعي بهدف التعادل الأول عند الدقيقة 14 من ركلة جزائية تونسي شاكر الرقيعي مجددا ويسجل هدف التعادل للكوكب في الدقيقة 6 مقابل هدف واحد هذه النتائج المواجهات في كلا الفريقين بدأنا بالكوكب وانتهينا مع النهضة الكرة بتلعب سريعة شاكر الرقيعي لمسة سريعة الكرة بتلعب عرض في هذه الكرة في وسط الميدان لا زالت البحث عن شاكر الرقاعي الرقاعي ينتظر هذه الفرصة الرقاعي يتابع في اللقطة الماضية لا زالت هذه الكرة إلى جهة اليسار نبرة شاكر الرقاعي وكرة قوية يا سلام من أمام شاكر الرقاعي شوف وسع نفسه سدد تلعب إلى تيمين يا سلام يا سلام يا سلام كرة عرضية في مكان عدت اوه يا خيمة لكن هو لاعب ارتكاز يعني نادر تشوفه يتواجد في هذا ثلاث نقاط مهمة مركز الفريق جدا قبل هذا اللقاء بعد هذه الهجمة هنا محاولة انطلاقة لمصر الكوكب خطرة 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 تسديدة محاولة يبحث في الكرة الماضية عادت من جديد يا شاكر شاكر عرضية جميلة ملعوبة إلى شهاب قد تكون للخطير المثير عرضية على التقدم 2-1 ولعل آخر نتيجة هي النتيجة الغير متوقعة اللي هي الخسارة 5-1 لا شيء أربعة أربعة اثنين خطأ لكن يجي الحكم لقاء ما فيش تدخل قوي في اللقطة الماضية كرة ملعوبة سقوط جوز مقصية وعودة حاول فيها جاسم الحمدان ولكن تأخر شوية كرة عادت للكوكب الآن سجال يوم تحضر
في تاريخ لقاءات الفريقين اللي طرق في 2013 كما ذكرنا هم أربع لقاءات تقابلوا الكوكب والجيل أو الجيل والكوكب، ولكن خلينا مع كرة فريق الشاب والسلطان. في النهاية الكرة عادت إلى الشاب مرة أخرى خطيرة. كرة في منتصف الملعب الآن عند شاكر قيعي اللي بيحول الكرة لأقصى اليمين هناك لمصلحة مرمى الحارس عبد الله الجمري إلى شاكر الرقاعي. طويلة فرصة الآن محاولة هي في اللعب، الكرة تعود في منتصف الملعب. ننتظر الوقت المضاف من حكم المباراة، أعتقد بأن لن يزيد عن دقيقتين إلى ثلاث دقائق. كبيرة للكوكب يمكن تعلق على الفريق في دوري الدرجة الأولى في كان العديد من المباريات. يعني كانت من مدرب فريق النهضة بإخراج جاسم الدوسري ودخول الشواعر هنا. النهضة تحدث عن ترك رتم سريع بشكل رائع ولا يعطي أيضا أفضلية لفريق على فريق آخر. شوط أول بوصة أعطى كرة جميلة، نعم أعطى كرة رائعة، تحرك سليم في لقطة الماضي. هذه الفرصة عند من؟ عند سعيد زهراني، ولكن الدفاع على الكرة الماضية لمسة سريعة تصدي رائع من الدفاع في الكرة الماضية مرت اللقطة الماضية. الرقاعي كرة قصيرة تلعب وتغيير اللعب من اليمين أقصى اليسار المراشد. كرة سهلة الآن في منتصف الملعب عند راشد ولا شاكر الرقاعي، تغيير اللعب أقصى اليمين رائع في لقطة مهارية ممتازة خطيرة على دفاعات نادي الكوكب. كرة اليسار تعود مرت المرمى، كرة أمامية تبشر لكن دفاع النهضة يخلص، دفاع النهضة يخلص، تعود في منتصف الملعب، تعود في منتصف الملعب. إلى خنفير مرة أخرى في المنتصف، شاكر شاكر الرقاعي لاعب في خط المنتصف 32 عام لذلك اللاعب. هنا محاولة سعيد خطرة لمصلحة الكوكب، تسديد عاد بالكرة عند محمد خنفير. شاكر رقاعي تونسي في المنتصف يلعب كرة أمامية إلى تميم، استلام لاعب متحرك ياس الكوكب يحاولون يبحثون بجدية وبحماس. حلوة من شاكر، شاكر الكرة تصل والكنترول هناك ليس ذو القدرة الفنية المتواضعة، ولكن البعض بذكاء يستغل لمصلحة سلطان. الكوكب بشكل جميل يعودون بضغط بمستوى كبير. يا رايق يا سعيد يا فنان يا سعيد. وفي اللقاط في نهاية هذا الشوط في نهاية الوقت الإضافي الكرة تعود لمصلحة الممتع، لمصلحة الممتع تحرزت ولكن سبع ركلات مهمت يعودون الركلة من جديد لمصلحة الكوكب. حاول فيها الزهراني في اللاعب السعودي اللاعب والجمهور الجمهور السعودي والجمهور الأهلاوي ممكن يكون متواجد أيضا في الشوط الثاني، ولكن في المقابل أمين الذهبي يغيب أيضا غياب كامل في فريق الشعلة الدواعي فيها من عمر عبد العزيز مرة أيضا تباطأ فيها داود حاول النادي الكوكب لعب الكرة تمريرة بشكل سريع لكن شاكر رقيعي يلم الكرة حافظ عليها شاكر إلى مبارك الدور. هنا خطأ للكوكب محمد خنيفر يلعبها بشكل سريع يا سلام. حلوة الكرة تعود من جديد لمصلحة لا شيء. كان ثلاث لقاءات في ليلة البارحة الحين والباطن سوف نشاهد أيضا في يوم الخميس. نجران وقادسية سوف نشاهدهم في يوم الخميس. مباريات اليوم راح نذكرها ولكن في ثنايا هذه المباريات الكرة تعود من جديد لمصلحة شاكر. شاكر يا سلام يا سلام على المرور يا رقاعي يا سلام على المرور. التقبة يحاول فيها يبحثون يحاولون والكرة تعود من جديد أمامي. كرة ملعوبة فريق الضيف اللي يأتي من كرة ملعوبة عبد العزيز عمر أو هذا شاكر رقيعي يمررها يحضر تعادل ثاني في خامس لقاءات الفريقين. جيل سجل 8 أهداف في مرمى كل اللقاءات في كل المسابقات خمس لقاءات 4 كسب الجيل وواحدة تعادلوا فيها الفريقين. إلى الجهة اليمنى
الكرة تصل في وسط الميدان عودة سريعة من يا الله على المرور الله على الأرضية السريعة في البداية في نادي النهضة في وسط الملعب تعود إلى حامد فلاتة حامد فلاتة مشي كرة تعود المنتصف على الدائرة الله على لاعب عمره صغير ولكن الآن فرصة نادي النهضة يحاول قبل نهاية الشوط الأول أن يتقدم على التقدم لنادي الكوكب ويرتاح في الشوط الثاني لكن راحت لا والله راحت ولكن خبروا نادي الكوكب على هذه اللقطة وكان يبي يشرف الآن تلعب في وسط الملعب تعود إلى فلاتة تقطع من أمام مين يعني قلناها عندما ضيع نادي الكوكب فرص قلنا خبروه خبروهم لو انتهت هذه المباراة فوز نهضاوي انهم في المراوغة في الانطلاقة وفي التسجيل يعني حاول ان يضع هدف في رسمة جمالية للاعب التونسي كونر شوت يدعي الاصابة ودخول جنيب الدوسري اللي ايضا سبحان الله هو العلامة الفارقة بهذا اللقاء لانه هو من مرة اخرى حسن بوشاهين مرارة للأمام لم تصل الجديد ثنائي في خط المقدمة للمدرب أيمن السراج وأيضا المدرب المنصف بن مشارك هنا محاولة قطع الكرة ضغط عالي البحث عن سوريا الكرة تلعب أمامية ولكن شاكر مرة أخرى خلص الكرة المرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف هنا محاولة التقدم من شاكر بلمسة إلى محمد خنفير إلى شاكر في المنتصف شاكر استلام لاعبي خط المنتصف مع لاعبي خط المقدمة أيضا ساتر دفاعي قوي يشوف الضغط العالي هدف يلغى من حكم اللقاء في اللقاء الماضي الكرة تلعب أمامية التي تبقى على دوري الدرجة الأولى كرة تعود لمصلحة الكوكب لمحاولة هنا يبحث عنها ولكن العودة والهدوء من سيرجيو عاد المميزين القادرين على المنافسة والوصول ولكن هناك لابد أن يعلم محبي وعشاق نادي الثقبة لمن؟ للنخل عرضية جميلة ولكن أرجعي بالمرصاد أرجعي بالمرصاد جميلة رائعة الكرة الماضية عادت إلى من؟ إلى السعيد تعمل عرضية ولكن والله شاكر ممكن تسديدة من أرجعي يا سلام للبرازيلي برافو للاثنين كرة كانت مخادعة مرة مباشرة شاكر ولا شاب شاكر لاعبين هنا على التنفيذ والتسديد لكن في القائم في الفرصة كان على التنفيذ اللاعب شاكر وبأقدام أقرب شاكر الكرة مع قدم يمنى الله على الكرة الماضية القادسية في هذا الشوط قد وشاهد شاكر الرجاعي يلعب كرة قوية الله